نقلتم إياه رسالتك لكل أم فلسطينية، أم شهيد ما زالت لوعة الفراق تحرق قلبها، وحتى لو مرت سنين طويلة على استشهاد ابنها لا يمكن أن يمتسى الابن. إذا كان كل أم فلسطينية تبخل عن الدفاع عن القدس، من يدافع عن القدس؟ هذا القدس، دفاع عن القدس واجب علينا. رسالتي لكل أم فلسطينية أن تحث ابنها على الجهاد، الجهاد في سبيل الله أسماء أمانينا. والذي أليست هو جهاد؟ أليست هو شهادة؟ إذا كان الموت حق فعار علينا إلا أن نموت شهداء. نعم. تحية لكل أم شهيد، تحية لكل أم شهيد حثت ابنها على الجهاد، تحية لكل أم شهيد ودعت ابنها بالزغاريت.